أهلا بكم. عزز السعودي حبه للسيارات القديمة وعشقه لهواية امتلاكها بإنشاء متحف خاص مكون من دورين على مساحة 2000 متر مربع في منزله. راح نتعرف أكثر من خلال التقرير التالي واللي يعد لنا زميلنا فيصل قحطاني عن هذه الهواية. بلدنا تميز بالكثير من الهواة وكل واحد تخصص في مجال معين. خلف هذا الباب شخص تميز وتخصص في هواية نادرة جدا وبداها من سنوات طويلة. وش رايكم ناخذكم جولة ونشوف وش وراء هالباب؟ الشغف ليس له عمر والهوايات لها أكثر من باب. أستاذ المناهج وطرق التدريس سخر إمكانياته للسيارات الكلاسيكية في مبنى مساحته 2000 متر جمع فيها أكثر من 35 سيارة غير تقليدية في منزله. وأحب أقتني السيارات النادرة والحمد لله عندي من المقتنيات اللي يشار لها بالبنان عالمياً. وجمع هذه العينات بدأ عام 1984 والآن الممتلكات عندي وصلت إلى 52 سيارة ولله الحمد. والله بدأت عملية الجمع وما كان في مخيلتي أبداً أن يصل العدد إلى هذا العدد الكبير جداً. بدأ عام 84 حينما كنت مبتعثاً للحصول على الدكتوراه من أمريكا، فبدأت بسيارة للأسف ما هي موجودة بيننا، انباعت وكانت كاديلاك موديل 46. بعد شوي يعني نمت المقتنيات إلى هذا العدد الكبير، وأنا أحب أصطاد السيارات وهي متعة. إحنا الهواة ننظر للسيارة الكلاسيكية نظرة تختلف عن الناس الثانيين، ننظر لها كتفاصيل وكأنها لوحة فنية سيارة كلاسيكية، لأن فعلا كانت طبعا السيارات الكلاسيكية الخمسينات الستينات صنعت عشان تبقى. أنا اللي أنا أشوفها بدليل أنها لا زالت برونقها وبجمالها وبأناقتها. فأنت لو دققت في السيارة من الجنب من الأمام من هذا تلاقي إن الكروم فيها بزيادة، كمية الحديد اللي فيها بزيادة، متانتها قوتها، بدليل أنها كانت في الخمسينات والستينات في طرق المملكة الله يحفظها تمشي طرق وعرة. أنا حقيقة استهوتني السيارة، استأذنت الدكتور ناصر وتبطلع أخذ فيها جولة أشوف كيف طبيعة قيادة السيارات الكلاسيكية.